القناة الإعلامية للبنت السورية هي الأفضل دائما. جريح آخر أعزائي المشاهدين أصيب قبل قليل، نحن نعلم بذلك من خلال صيحات رفاقه في الداخل. يعني هم لديهم تكتيك معين، يعني يصيحون إسعاف، الصوت يصل تباعا إلى أقرب شخص يقترب من سيارة الإسعاف، ثم تتحرك النقالات باتجاهه ويسعفونه. من زاوية أخرى أعزائي المشاهدين، الآن من زاوية أخرى ومن موقع آخر، عشرات الشباب أيضا يقتحمون الأسلاك الشائكة وقادمون لينضموا إلى رفاقهم في هذا الموقع. إصابة، أحدهم يخبرني بأن الإصابة التي أصيبت قبل قليل هي إصابة بمنتهى الخطورة، إصابة بالغة جدا في القدم في منطقة الفخذ. سيارة إسعاف الآن تتحرك إلى أقرب مشفى، نتمنى له السلامة. المواجهة مع الكيان الإسرائيلي الحقير المنحط. نعم، ونحن 63 سنة متعطشين. يا أخي متعطشين، إحنا بدنا العودة، كفانا وعود. أشكرك أخي جميل، أتركك. أنت حاب ترجع يمكن على 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 داخل الشريط. هذا كان أحد الشبان، أحد النماذج من الذين اقتحموا الشريط، ورأيتموه كيف كان يتحدث بطريقة انفعالية. يعني صديقه مصاب ويحمل كنزته الملوثة بالدماء ويحمل محفظته، ويعني أسعف رفيقه وعاد الآن يعني لينضم إلى مجموعة الشبان. الآن أعزائي المشاهدين، نسبة عالية من الهواء الملوث بالغازات المسيلة للدموع أطلقها الصهاينة قبل قليل، لذلك عذرا إذا ما بدونا يعني دامعين أو متلكئين في الحديث، حتى أحيانا الرؤية تكاد تكون مشوشة. أنتقل إليكم زملائي، وسنعاود مرة أخرى في هذا البث الحي المباشر. ها هو الآن أمامي جريح، الآن عاد من داخل الشريط الحدودي. جريح ثالث حتى هذه اللحظة يدخل سيارة الإسعاف، وهذا واحد الرابع، هذا جريح رابع، وألمح على بعد 5 أمتار أيضا أحدهم مستلقي على الأرض بفعل الغازات المسيلة للدموع. هل يسعى الإسرائيليون باتجاه مجزرة هذا اليوم؟ لا ندري، نحن نتابع الأحداث أول بأول، ونحن نراقب ما يجري
وننقل لكم الحدث أول بأول. مرحبا، كيفك رانيا؟ أرجو أن تضعيني بآخر التطورات لديك على الساحة. تماما تماما محمد، نحن من بداية وصولنا لمنطقة القنيطرة أخذنا صور، شفنا كثير تعزيزات الجيش الإسرائيلي، تعزيزات الجيش الإسرائيلي كان في عم يعمل سواتر ترابية، كان عم يحاول إنه يعزز المنطقة عنده بمدرعات وفي عناصر. اللي صار هلا حاليا انه مجموعه من الشباب حاولت انها تدخل وتقتحم لجوا لعند تقتحم الاسلاك الشائكه وتحاول توصل لمنطقه الجولان المحتل. الجيش الاسرائيلي حاول منعهم باطلاق رصاص، بكمان اطلاق القنابل المسيله للدموع. في هلا اخبار عم يخبروني انه في احد الشباب اللي موجودين جوا انصاب هلا حاليا. ما بنعرف هلا الوضع وقديش تطوراته، بس انا اللي بعرفه او اللي بقدر انقل لك يا محمد انه الشباب ما عم يحاول يتراجع ابدا ابدا. الاصرار والعزيمه موجوده انهم بدهم ينتقلوا للجولان وبدهم يكونوا اليوم موجودين بالاراضي هنيك. الاحداث هلا كلياتها والاخبار اللي وصلتني انه في مجموعه، في شاب هلا انصاب حاليا على جوا بين مجموعه الشباب، والجيش الاسرائيلي عم يحاول يطلق رصاص وقنابل مسيله للدموع. طيب محمد انا رح ارجع لك، رح خليك تاخذ بالصوره ورح نرجع بعد شوي، رح خليك تاخذ بالصوره. طيب رانيا ابقي معنا رانيا في بهذه التغطيه المباشره. يا شباب تعالوا هون، يا شباب تعالوا هون. قول يا رب هي مجموعة من الشباب التي حاولت اجتياز المعبر الثاني من الحدود، حاولت أن تصل إلى الطرف الآخر. ألو، وكما تشاهدون الآن سيارات الإسعاف والمسعفين تنقل الإصابات
إلى مشافي القنيطرة. في حين يصر بعض الشباب إلى الوصول إلى مشارف إلى حدود الجولان لكي يعود. نعم. إذن الشباب المحتشد مصر على الشهادة وإما العودة إلى الأراضي المحتلة، وهم مصممون على إزالة عبارة النكسة. أعزائي المشاهدين، حتى هذه اللحظة محمد، سبعة جرحى حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على المتظاهرين العزل الذين دخلوا قبل قليل الشريط الشائك. أنا رأيتهم بأمي عيني، ويبدو على يعني استطلعنا آراء زملاء الجرحى الذين يدخلون ويخرجون، فعلى ما يبدو أن الوضع مرشح لمزيد أكثر من الإصابات. معي الآن إحدى السيدات التي شاركت في هذا الاقتحام قبل قليل. اتعرف عليك. ربا ابو اصبح. ربا شجاعتها. نحن جينا مع الاعتصام سلمي هون على الحدود لنأكد حقنا بالعودة لنحيي ذكرى النكسة. نعم. مالك خايفة من الطلقات النارية اللي عم تسمعيها قبل؟ الشعب الفلسطيني لا يخاف. انت دخلتي لجوا قبل شوي ربا، ما هيك؟ دخلنا ورجعنا. طيب شو اللي صار بينكم وبين الدورية؟ صار في مواجهة بيننا وبين الدورية الإسرائيلية، وصار في إطلاق رصاص حي وغازات مسيلة للدموع. نعم. خبروكم شيء؟ حكوا معكم شيء؟ شو كانوا خاطبوكم؟ لا لا، ما أنا ما سمعت. أنا كنت طالعة. أنتوا شو كنتوا تهتفوا؟ راجعين. راجعين. وعندك هذا الأمر؟ أكيد. طيب بتركك ربا تكملي طريقك، شكرا لك. هناك جلبة ويعني صياح في أوساط المتظاهرين، على ما يبدو إما جريح أو يعني مصاب، ونلمح بعض الشبان يهرعون باتجاهنا. وفعلا هذا هو أحد المصابين، أصيب بيده، نراه الآن يدخل سيارات الإسعاف. إصابة في يده. هذا هو الموقف أعزائي المشاهدين حتى هذه اللحظة. طبعا يعني كما نخبركم دائما نرصد الحدث أول بأول. هذا جريح آخر على النقالة. نأمل أن تكون الإصابة خفيفة، ولو أن الرصاص الإسرائيلي لا يعرف كيف يسدد في أمكنة غير قاتلة. نبقى معكم أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الحية والمباشرة، وسنوافيكم بكل جديد وبكل تفاصيلها خلال هذا اليوم. Yeah, my heart.